زفه انتي يا جماعه قطعها. كابتن رضا عبد العال الراجل النهارده هيوفي بوعده، والراجل اهو حضر العده عشان يحلق. ايه يا كابتن، ايه احساسك دلوقتي؟ انا ممكن اقوم وامشي، عيل انت عارف كتاب ده عيل. وبعدين هو ما كانش رهان يعني. لا كان رهان. لا انت اللي تبت فيها، بس انا قلت لك ان بس انا عشان بحبك عادي، عشان ايه يبقى في مصداقيه. تمام. يعني اذا ايه على يا عم انت اللي عمال تحط الكهرباء واللي في ايه ده؟ قال لك مقص، قال لك مقص يا عم ال ولا تزعل. حط الباريتا ها عشان برضه ان انت توفي بوعدك ده حاجه كويسه قدام الناس. طبعا يعني انا عمري الحمد لله ما خلفت، بس هو بقى جايب لي مكنه وبتاع. لا ما هو المكنه دي نهارك طين. رجع دي، رجع دي. لا لسه 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 لسه، هو المقص الاول. احنا بنجهز المقص، احنا بنجهز بس يا كابتن. ادي المكنه وادي الكابتن. ربنا يستر. الراجل اهو بحلق اهو عشان ما حدش يقول ايه اونطه اهو. لا هات ايده من ورا كمان اهو. لا الشعر اهو. ايوه اهو اهو. بعد كده المكنه هتشتغل. لا المكنه ان شاء الله تطلع قماش. بصوا بيحلق اهو. خلي بالكوا ده ما بيحلقش اصلا، يعني اساسا كابتن رضا ما بيحلقش خالص. كل الشعر اللي بينزل ده كل شعرايه بثواب والله. صح يا كابتن؟ صح. تاخد ثواب، ده ثواب كبير قوي. كابتن رضا حسني انت فرحان يا حسني. ما كانش عارفين نحلق له، ما كانش العشاء والله. ما كان ده في ده في خونه طلعوا كتير. يحلق والله. اجدع حاجه ان ميدو ما جاش. طبعا كنت هبقى ورب الكعب ما يحصل. ورب الكعب ما يحصل. خد الشغلة دي خلاص.